لا نقبل بحفر هذا السدر ولا نقبل بتقسيم أي شبر من سوريا. سوريا حرة وليست للأسد وليست للعدو الروسي. أتوا لتقسيم بلادنا ولتشتيتنا. لا نقبل بأي حفر سدر ولا نقبل بتخلي عن أي شبر من سوريا. آن للشعب السوري أن يعيش على أرضه موحدا حرا أبيا بعد أن قدم العديد من الشهداء. نحن الآن في مدينة تادف نتظاهر للرفض بأي تقسيم يجري على أراضي سوريا الموحدة. أرواحنا دماؤنا أطفالنا فداء لهذا المطلب. ضرر هالساتر. نحن كل الشعب بده يصير برا. نحن عايشين صرنا بجي 4-5 سنين عايشين في هالمنطقة، وهلا يعني بدهم يطلعونا من قلبه. هاي نحن غايتنا وسوريا ما تتقسم. نحن صرنا 5 سنين مهجرين. طيب يا اخي ساكنين بخيام 5 سنين وعلى امل اليوم بكره وبنرجع، وامل اليوم وبكره وشهرين وشهرين، وصلنا 5 سنين ولحد الان ما رجعنا، وبعدها بيجي الساتر مشان يقسمنا اراضينا، معيشتنا من الاراضي. نحن تادف اراضي زراعيه، من يوم يومنا اراضي زراعيه يا اخي، واعتمادنا هذا تقسمت، ما هيش عدله تتقسم يا اخي. نحن نرفض التقسيم ولو عدمنا، نرفض التقسيم. عايش عالم شعبنا بالاراضي وبالدور والمخربه والمكسره. شعب فقير اخيو ما في شيء، وجيل الخندق جاي اخيو يقسم لنا البلد. ولا للتقسيم، نحن لو على ارواحنا ما بنرضى التقسيم. تقسيم بلدنا بلد وحدي وسوريا وحدي.